شدد اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور على ضرورة إنفاذ قرارات الحكومة بشأن مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي. وشدد الاجتماع الذي ضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن اللواء الركن جلال الرويشان، وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار والمصالحة الوطنية أحمد القنع، وزير الدولة فارس مناع، شدد على أهمية التزام الجهات المعنية وذات العلاقة بتنفيذ تلك القرارات بشكل صارم للحد من عمليات التهريب بمختلف مستوياتها، بما تمثل هذه العملية من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني وتجنيب الوطن والمواطن الأضرار الصحية للمواد المهربة بما في ذلك المبيدات المحظورة. وأكد الاجتماع ضرورة تكثيف جهود مكافحة التهريب وتأكيد حضور الدور الشعبي المؤازر لأداء المؤسسات الحكومية بما يعزز فرص النجاح وتضييق الخناق على هذه الظاهرة.